مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانون والمجتمع. أن الأسرة الكويتية تتعرض اليوم إلى قاتل محترف، وهذا القاتل ينتمي إلى عائلة المخدرات الملعونة، وقد ضرب أنيابة بين فئة الشباب وبالأخص طلبة المدارس، أنه الشبو أو الكريستال ميث. ما هو هذا القاتل المحترف؟ وما هو تصنيفه؟ وكم ثمنه؟ وما هو مواصفاته؟ وما هو مصدره؟ وما هو مخاطره؟ ولماذا انتشر بالكويت بهذه الصورة؟ لغرض تسليط الضوء على هذا القاتل نحتاج إلى أكثر من حلقة، لأن هذا الموضوع بدأ بالانتشار بشكل سريع ويشكل هاجسا كبير لدى الأسرة الكويتية. ولمواكبة هذا الموضوع انطلقت الجمعية الكويتية للأسرة المثالية بحملة توعوية تحت شعار وحدتنا سر قوتنا، والتي بدورها سوف نستمع إلى كلمة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية. إن المتأمل في الواقع الشباب اليوم يجد سلوكيات وأخلاقيات تخالف القيم الإيجابية التي تبناها مجتمعنا الكريم الراقي بأخلاقه وقيم الفاضلة التي توارثها على الآباء والأجداد وتربى عليها الأبناء، ويشهد العالم كله على إنسانية وكرم الشعب الكويتي حتى نالت دولتنا أميرا وشعبا بلد الإنسانية الأولى على مستوى الشعوب ودول الأمم المتحدة. ولا شك في سر قوة الدول في متماسكها ووحدتها وأخلاقها، ومن هنا انطلقت حملة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية بعنوان وحدتنا سر قوتنا، بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الدول المعنية بالأسرة والشباب وتوعية المجتمع ومخاطر الانحرافات السلوكية والعنف بكل أنواعه وصوره، لتبقى الكويت خالية من السلوكيات الخاطئة والمخالفة لديننا الحنيف الذي يدعو إلى التسامح والمحبة والسلام. لقد خططنا للعمل في تهذيب سلوك الشباب منذ تأسيس الجمعية، وخاطبنا عدة جهات مختصة وتعاوننا مع المؤسسات والهيئات للوصول إلى منهج إصلاحي سليم، وعملنا جاهدين. وكانت هذه الحملة المباركة من أبرز الأعمال الجمعية بالتعاون مع وزارة التربية والداخلية والشؤون، ومباركة من الدول، حيث تنطلق الحملة في إطار مدارس وزارة التربية ومن خلال نشرات وندوات المشاركة نخبة من مختصين في مختلف المجالات لتوعية الطلاب من مخاطر المخدرات والظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا والتي يرفضها العالم، ودفع الأبناء نحو العمل والعلم وتعزيز الأخلاق والسلوك المواطنة. وفي الختام أشكر صاحب السمو حفظ الله ورعاه ولوعده الأمين على الدعم المتواصل للجمعية ولكل من ساهم وشارك في الحملة، كذلك الشكر موصول لوزارة الإعلام الكويتية ولمعالي الوزير الموقر لكافة وسائل الأنشطة على تغطيتهم لأنشطة وأعمال الجمعية. وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد ارتأينا التوجه إلى التجمع الطلابي ونبدأ بحملة توعوية وطنية عن مخاطر مادة الشبو أو ما يعرف بالكريستال ميث. فشاهدوا معنا الانتقال إلى إخواننا وعيالنا الطلاب لكي يعني جميعا ترون ما هي هذه التوعية وماذا سوف نقول لهم. We'll be right back.
نكون بينكم ونعطيكم بعض المعلومات المهمة وفي نفس الوقت الخطيرة باللي قاعد تشوفونه واللي قاعد تعيشونه كلكم، واللي قاعد تشوفون أن اليوم الشاب صار معرض إلى أي شيء ممكن في ثواني، راح يضيع مستقبله وراح يصبح متهم ويعيش باقي حياته في السجن. واللي قاعد يصير اليوم معدل جدا خطير في دولة الكويت، وحتى الإحصائيات العالمية تؤكد أن أكثر فئة في العالم معرضة اليوم إلى الجرائم وهي في دولة الكويت، ومع الأسف هذه النسبة جدا خطرة. وقاعد نشوف اليوم في المحاكم وفي السجون أسباب جدا تافهة ضيعت هذا الشاب بتهور، ربع قصوا عليه لحظة تهور، لحظة خلينا نقول مراهقة، وقت الفراغ، مشاكل عنده في البيت في الأسرة، ما في أحد تابعه، ما في أحد انصحه، فلذلك هو وصل إلى هذه المرحلة. أنا بي أقرب يمكم عشان بسولف معاكم عن الشابو شوية. شنو الشابو هذا؟ هذا أنت الحين عقلك براسك. أنا بسألك سؤال واحد تقبل، وأنا أدري ولا واحد فيكم يقبل، ولا واحد فيكم يقبل، كلكم ريايل وكلكم تقدرون هذا الكلام. مستحيل أحد يقبل أن أنت تصل إلى مرحلة تفعل في أحد من أهلك، أو أنك تفعل في شيء غلط، أو أنك لا سمح الله. ده بنتكلم شوية بصراحة، أنتم ما شاء الله كلكم ريايل وعارفين شو قاعد أقول. هل تقبل أن أنت تصل إلى مرحلة تهتك عرض أحد من أهلك؟ هذا الشر أكيد لا، ما حد فيكم راح يقبل. الحين هو صاحي مستحيل راح يقبل. هل يقبل أنه يقتل أمه ولا أخته ولا يقتل أحد من أهله أو أي إنسان؟ مستحيل أحد فيكم راح يقبل. اللي قاعد يصير الحين هذا شفتوا في الجهرة اللي كان حاط مجموعة من أهله، وإحنا جينا مع الشرطة وشفنا اللي قام يرمي الشرطة وفيهم طلقات وفيهم إصابات واللي بعدين ذبحوه، شفتوا في الجهرة هني عندكم شلون كان حاجز أهله. بالأخير الأخ متعاطي الشبو ما يدري عن نفسه، يبي يذبح أهله، يبي يذبح رجال الأمن، يبي يذبح الكل، وعرض نفسه ومات بهذه الحالة. شفتوا شنو سوى؟ كل واحد فيكم مجرد أنه يتعاطى هذا المواد راح يصير فيه نفس الحال. أول ساعتين قال وصلت إلى مرحلة ما حد واصل لها، أنا أحس روحي مكيف ومرتاح وأنا كذا وأنا رجل، وهذه رجولة لازم تدخن، صارت الرجولة بزقارة. أنت رجل، الله سبحانه وتعالى أعطاك كل النعم، الرجولة بس بزقارة. عدينا مرحلة الزقاير، وصلنا إلى مرحلة المخدرات. أنت قاعد تتلف خلايا المخ، أنت لما قاعد تاكل هذه المواد أنت قاعد تتلف خلايا المخ، المعدة، الأعصاب، البشرة، اللثة، كل ما فيك من هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها أنت قاعد تضيعها بثواني، بأيام معدودة، حالات توتر، ما في نوم، ما تقدر تعيش حياتك الطبيعية، كله متوتر، خايف من الكل. هذه الأمور هي اللي راح تنهي حياتك، بمجرد إلقاء القبض عليك تكمل حياتك في السجن، وتشوف ربعك تخرجوا وصاروا في أماكن في الدولة، وأنت مرحلة المراهقة ما عرفت شلون تعديها يعني بسلام، وضاعت حياتك. أنتوا في مرحلة الحين إخواني مثل ما تقول مرحلة مشخار، تشوف هذا راح هني، هذا لا انسجن، هذا ذاك اليوم هوشة وشقة وراسه ما يصار فيه راح، يا مات يا في عاهة، هذا كذا. القلة اللي يوصلون البلد وهلكم تعبوا عليكم في التعليم وفي الصحة على أساس أنتم تكملون مسيرة هذا البلد، باكر تصير قاضي، باكر تصير مهندس، باكر تصير طيار، باكر تصير محامي، باكر تصير دكتور، تكملون أن البلد بحاجتكم وهلكم بعد بحاجتكم. لكن ليش اليوم ضيعون أنتم مستقبلكم على لحظة قدر؟ والله هذا طقك شلون ساكت، لا اطلع لبرا، لا بالهدى، أفا شلون، والله عين قدام ربعي،
وهذا اللي قاعد يصير، يضحكون عليك ربعك وبالنهايه لا هي رجوله ولا في قانون، تروح تشتكي وتاخذ حقك، ما احنا قاعدين بغابه، انا اطق وكذا. هذا الانفعال الزايد واللي قاعد يصير معاكم، انا مساء جاي وانا داخل المدرسه اشوف ما شاء الله مجموعه من الشباب مطولين على اغاني ويرقصون بالسيارات وكذا، كلهم اكثرهم طلاب مدارس. زين وين اهلهم؟ شلون واصل هالمرحله؟ ليش هذه الحاله؟ جدا مناظر مو مقبوله من الشباب. مو بس نغلد، لازم اقلد اطق راسي ما ادري شلون، لازم اشك حاجبي، لا هذه الامور انت قاعد تقلد من؟ قاعد تقلد ناس مو مسلمين، ناس ما عندهم عادات وتقاليد، ناس ما عنده دين، كل شيء عنده عادي، لو يشوف اهله ايش قاعد يصير فيهم عنده عادي، ليش ما نقلد اللي وصل الى شهادات عليا؟ ليش ما نقلد التطور في الطب وفي الصحه؟ التطور في الشوارع، التطور، تقول انا والله بحل مشكله بالكويت، انا بفكر شلون ما اخلي احد يروح علاج بالخارج، انا بفكر شلون احل مشكله الزحمه، فكر حق بلدك وراح توصل، اذا عندك هدف راح توصل، واذا عندك هدف مخدرات وهواش ومشاكل هم راح توصل وراح يضيع مستقبلك او راح تموت بجرعه زايده. اليوم الاسلحه منتشره يا اخوان، خاصه في محافظة الجهرة، في معدلات إحصائية أكثر محافظة فيها استخدام أسلحة مع المخدرات محافظة الجهرة مع الأسف. بس إن شاء الله أنتم تكونون بعيدين عن هذا الشيء، وإن أنتم هذا الجيل راح يوقف هذه الإحصائية، إحنا هذا اللي نبي، مو هذا الجيل يقلد والله شفت أخوي الكبير، شفت أحد من أهلي، لا أنا لازم أغلده ولازم أمسك سلاح. شفتوا كم حالة تعرضت إلى الوفاة بطلقة طائشة، شفتوا حالات اللي قاعد يتعاطون مخدرات شنو صار فيهم. فاحنا اليوم اللي بنقول لك شنو عاقبه هذه الامور. انا قاعد اعطي حالات سريعه للوقت، الكثير من المظاهر السيئه والجرائم اللي قاعد يسوونها الشباب في المجمعات، الهوشات اللي في المدارس، يعني قاعد تشوفون الكثير من المظاهر والتصوير وسوء استخدام اللي هي مواقع التواصل سناب شات والكثير يعتقد انه يصور هالموقع بعد ما راح يطلع خلال ثواني راح يختفي. لا الحين قام يطلعون حتى هذا اللي يختفي وقاعد طبعا يعني قاعد الكل يشوفه وقاعد ينتشر. شفتوا فضايح بعض البنات وبعض الشباب وضاع مستقبلهم وانعرفوا بهذا الشكل، بعد ما حد لا يقدر يتزوج ولا يقدر يعيش حياته طبيعيه، الكل صار معروف عند هذا الفعل اللي سواه. فبالتالي حتى في الانستغرام، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي قاعد تشوفون بسبب تغريده واحده بلحظه غضب، بلحظه فراغ، بلحظه تهور، كتب كلمتين ضاع مستقبله. شفتوا حالات وقاعد تقرون، كلكم تعرفون تسمعون من اهلكم، فلان انسجن، فلان صار فيه كذا، على شنو؟ انت اليوم مطلوب منك التركيز في عملك وفي دراستك وان انت تكون انسان ناجح. انا بقول لكم بعض العقوبات هي مو تخريعيه ولا بنخرعكم جايين، لا احنا هنا بنوعيكم. انت الحين شفت لك وحده بالشارع وهذه اللي شفتها او انك متعرف عليها بالبي ام ما ادري يسمون هذا بلاك بيري او متعرف عليها بطريقه من الطرق السريه اللي انتم تعرفونها. انتم شطار بهالمواقع، اكثر الشباب يعرفون شنو انا قاعد اقول. وتعرفت عليها بعدين بتشوفها انت الحين بتموت تفرق بس بيشوفها، شفتها طلعت وياها، شنو راح يترتب على هذا الشيء؟ وين؟ اي قول انا ابي اسمع تفاعلكم، قول وقف قول شنو؟ بشوف الثقافه القانونيه، شو يصير؟ زواج مخافر؟ زين صح كلامه. تزوجتها بالمخفر وطبعا صرت مجبور فيها، حطوا عليك شروط وحطوا عليك، الناس ما تقبل، حتى لو بنتهم غلطانه ما راح تقبل، يقولك انت اللي اخذتها. طبعا هذا مو معناته ان انت ما راح تتعاقب، هذا الزواج لحمايتك، ولكن في كثير من الحالات ما يقبل الطرف الثاني بالزواج. في حالات اهالي قالوا لا ما نزوجه خليه ينسجن. لا تقول هي موافقه، شوفهم في المحاكم وفي النهاية، هي اللي جايه معاي، شوفوا رسائلها، شوفوا كلام، هي اللي وافقت، هي قالت لي بطلع معك. هذا القانون ما يمشي. القانون هذا كلام ما يمشي. وإذا قاصر
عقوبتك مؤبد او ما يقارب العشر سنوات، لانك بس هي طالعه معاك تعتبر خطف بالحيله، انت بعدك ما سويت شيء، واذا سويت شغلات ثانيه اخذ عاد من اعدام لي مؤبد، خطف قاصر، مواقعه بالاكراه الى اخره، تجتمع كل هالجرائم اشد عقوبه توصل الى الاعدام او الى المؤبد. البعض يعتقد ان ما في سجن حق الشباب او ما في سجن حق الاحداث، شوفوا الاحداث مليانه هني في الرقعي، مليانه بالالاف من الشباب كبركم قاعدين في هذه الاماكن ويكملون عقوبتهم، واذا كمل عمره 18 وين يتحول؟ الى السجن المركزي. ما راح يقعد على طول بالاحداث، يقعد الى عمره 18، بعد 18 يتحول الى السجن المركزي ويشوف هناك الشغلات اللي ما يعلم فيها الا الله من امور ومن جرائم ومن مجرمين وهو يقعد وياهم. فانت ضيعت كل عمرك بلحظه بتهور بامور جدا تافهه. البعض منكم يقعد ساعات في يعني في مكان مجموعه قاعدين يتعاطون. هو يقول انا ما قاعد اتعاطى، انا ما سويت شيء. هم قاعد يتعاطون، اذا صادوهم انا ماكو شيء، خلي يحللون. تدري انت جلوسك في هذا المكان، هذا بالكل يسمعها، جلوسك في هذا المكان وين ما كان هالمكان هذا، ديوانيه، سياره، لو بصف مدرسه، وين ما كان، بس جلوسك في هالمكان عقوبتك سنتين، يسمونك الجليس. الجليس اللي يقعد في مكان وفي تعاطي مخدرات، انت ما سويت شيء بس لانك قاعد. بينك وبين نفسك كم واحد قاعد يقعد هالاماكن، وكم واحد لا نستحي من بعض. هذه حاله موجوده، احنا جايين نبي نحلها، نبي نقول لك شنو راح يصير. يمكن ما حد قال لك، يمكن ابوك ما قال لك، يمكن ما حد فهمك شنو راح يصير، يمكن احد قال لك وانت ما سمعت الكلام. الحين نعيد عليك مره ثانيه، ترى اللي قاعد تسوونه يا شباب قاعد تضيعون مستقبلكم. في شباب حقيقه يعني احسن من اي مسؤول في الدوله، في شباب ثبتوا في دولة الكويت حقيقة يرفعون الراس، صدق رفعوا راس البلد وراس أهلهم، وقاعد نشوفهم حتى في الخارج شباب وقاعد يقومون في أعمال وطنية. أنا ذاك اليوم في سوق المباركية مع المهرجان فبراير قاعد أشوف شباب قاعد يسوون صناعات جدا جميلة، شباب وهم قاعد يسوون هذه المنتجات ومن صناعتهم، والدولة قاعدة تشجعهم وقاعدة حتى تدعمهم. لا تضيع وقت الفراغ في قضايا وتصير أنت فيها يعني متهم وتضيع مستقبلك، لا تضيع وقتك بشيء يفيدك، ضيع وقتك بشيء ترفع رأس أهلك، ترفع رأس بلدك، رأس أمير البلاد، رأس أبوك، رأس الأهل كلهم. أن أنت اليوم حققت شيء، شوفوا الدول اللي برا شلون قاعد يتسابقون في الصناعة وفي تنمية الشباب وفي. فاللي نبيه منكم اليوم يا شباب ان الحالات هذه التكحيص، الحين في موسم الشتاء قاعد نشوف البانشيات والمشاكل اللي قاعد تصير في المخيمات، ديرون بالكم، ما نقول لك انت في سجن، استانس، روح المخيم، بس لا تسوق سيارة تدعم لك احد انت ما تعرف تسوق. لا تسوق هذا البانشي وتقلب ويصير فيك كسر او انك تتعور، لا تمسك سلاح وانت ما تعرف شنو راح تسوي فيه او انه هذا يعني هو مو مرخص وراح يعاقب عليه القانون. لا تتعاطى مواد، والله الكبتي هذا حق الامتحانات يخليك تمام، خليك تسهر. انت ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تتلف كل خلايا المخ واصلا ما قاعد تستفيد، وبس متوتر وما قاعد تنام. الله سبحانه وتعالى هو اعطاك خاصيه النوم، انت تبي توقف خاصيه وغريزه من الله سبحانه وتعالى انك ما تبي تنام؟ اكيد ما راح تكون انسان طبيعي. الله اعطاك هذه الخاصيه على اساس هو يعلم هذا الجسم شنو يحتاج، ما يصير انت تلقيها. مرحله المراهقه المتهوره لازم اليوم توقف الى حد معين، مو كل شيء لازم اسوي، مو لازم اغلط على امي وابوي، مو لازم انا صرت رجل خلاص لازم ما حد يكلمني، انا لازم كل شيء اسوي، غلط. في لازم احترام الاب والام والاسره، وتحترم المعلم، هذا المعلم اللي جاي يعلمك وقاعد يتعب. يعني شوف في بعض كثير من القضايا بعض الطلاب اعتدوا على المدرسين بالضرب،
لا ما يصير. حتى طبعا المعلم هم لازم يكون في احترام بينه وبين الطالب. وزارة التربية يعني ما قاعد تقصر في هالجانب. السؤال هذا الوحيد ولا في سؤال؟ خلاص قول. يعني هو المشكلة ان الشبو طبعا في تقصير، في ناس قاعد تدخل مو بس الشبو، اكثر من الشبو، لكن مشكلة الشبو انه قاعد يصنع في الكويت محلي. يعني هذا هو مشكلته، انه اكثر يكون ضرر، وكله طبعا موضوع، لكن هذا راح يقتلك. يعني النوع الثاني الكوكايين او الحشيش بدال سنه، هذا شهر شهرين راح يقتلك، او ما تكمل سنه راح يقتلك. مشكلته انه قاعد يصنع بالكويت، وحتى قاعد يباع على طلاب المدارس، وفي ناس بياعين معروفين. فاحنا اليوم مثل ما قالوا اخونا مساء، نطالب الداخليه من خلال هذه الحمله وايضا باسمكم ان يكون تفعيل الى كل جهات الدولة من حيث المنافذ والجمارك والداخلية، وأيضا معاقبة التاجر اللي لم يراعي الله لا في الوطن ولا في المواطن. إن شاء الله رسالتك توصل. شوف هذه المعلومات وايد أشوف من الشباب لما ينصال، أنا عندي واسطة فلان يوم من الأيام والله مسكوه طلعوه. هذا لا تحطها دائما في بالك، يعني مو كل معلومة صحيحة. في ما نقول ما في، في اي بلد فيها الامور، لكن انا قاعد اقول لك 90% اللي ينصاد 90% والله ما قاعد يطلع، قاعد يتحول الى النيابه، وقاعد تشوفون صورهم بالجرايد كل يوم حاطين الكميات اللي قاعد يصيدونها. لكن الصعوبه في الصيد، الصعوبه انه يصيد هذا التاجر، الصعوبه يصيد لانه وايد اليوم شباب متعاطين ومنتشر. الداخليه والحكومه تبي تعالج، ما تبي بس تحبس، بس اللي ينصاد قاعد يتحول 90% منه. العافية. الله يعافيك. انا بالاخير بقول لكم اللي قاعد يتعاطى شلون يتعالج وما يتحاكم، في طريقه شلون يتعالج وما يتحاكم، الحين الفرصه، لكن اذا انصاد راح يتحاكم، راح اقول لكم بعد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بخصوص التجحيز. اي. الحين بدال انا عشان احل المشكله سوي لي مضمار مثل يعني شبكه او شيء، مضمار لي انا، هذه هوايه تعتبر. والله صف اولى، والله برد قلبي. انا اضحك كيف احط في الواد، انا اضحك. كلامك عدل. حتى سواق السيارات قاعد يروحون حق البحرين، انا ربعي قاعد يروحون البحرين يشيلون شرايرهم مبالغ على اساس يروح عنده هوايه السباق ويشيل سيارته مره ثانيه بالشحن وقاعد يرجعها. كلامك عدل، وسوينا حلقه خاصه، وحتى هذا كلامك راح يطلع، وراح نهم نعيد بحلقه خاصه، وحتى طالبنا رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بتخصيص هذا المكان، ونتمنى إن شاء الله من عيالنا الطلاب إن شاء الله يوصل هذا الصوت. يعطيك العافية. الله يعافيك. مواضيعكم هذه يا أخوان وايد مهمة، مطالباتكم وايد مهمة، معناته أنتم تبون حل، ما تبون الوضع مثل ما هو. التكاتف ما بين الطلاب ما بين المعلمين هذا المطلوب. فأمانة قاعد أشوف شباب فعلا يرفعون الرأس، قاعد أشوف هناك نماذج يجب الاهتمام فيها، وإن شاء الله كلكم على هذا المستوى، وكلكم تحملون هذا الولاء وهذا يعني الشعور بأن يكون هناك تضحية للوطن وإلى أخوانكم المواطنين، واحترام الكبير والصغير، وهذا هو المطلوب. أنا بقول لكم نصيحة الأخيرة، أو خلينا نقول شنو النتيجة اللي راح نطلع فيها. قلنا لكم كل فعل شنو ممكن إحنا نحله، ولكن في ما يخص الشبو لان الكل قاعد يتكلم عنه، وحتى بين الشباب اخوان اللي الحين قاعد يتعاطى، قاعد بيننا او قاعد يشوفنا بالشاشه، مبتدئ هو انسان الحين ما يقدر انه يتخلص، انسان مريض لازم نعالجه مو بس نعاقبه. زين شلون هو يتعالج وخايف من المجتمع وخايف لا يتعاقب؟ هذا المهم. احنا جاي نقول لكم اللي الحين يروح الى علاج الادمان بس ما يروح حق المستشفى على طول، لا، يتوجه الى نيابة المخدرات يقول لهم انا بتعالج، او يروح حق ابوي او هو يروح
نفس الشيء في محكمة الرقعي الدور الثامن، يتوجه إلى يعني هناك إخوانه في النيابة ويطلب منهم العلاج، راح يعطونه ورقة حق مستشفى اللي هو علاج الإدمان وراح يتعالج. أثناء علاجه لو أحد يمسكه معاه ورقة من النيابة اللي قاعد يتعالج ما راح يتعاقب، ما دام ملتزم في العلاج ويمشي على توصية الطبيب وخلي يتعالج، صدقوني ما حد راح يحاكمه وراح يحمي روحه قانونا لأنه يبين أنه قاعد يتعالج. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يحفظكم ويحفظ البلاد من كل سوء، يعطيكم العافية.